أنا عندي جرح أول تراني الله عز وجل في العمق، يعني ابني 11 سنة توفاه الله عز وجل، وبعد 20 يوم اختفى لهذا الطفل كذلك. أنا راني مبتلى، وهذا الإنسان اللي راهي أويه نقول له ما نسمح لك لا أمام الله عز وجل ولا أمام العدل. يما هي محروقة عليه، بابا راه مريض، لافامي قام يحوسوا عليه، تما لي شافوا ولا لي راه خدام عنده يدير بليزير يطلقوا بسكو دارهم راهي محروقة عليه كامل. و كيما يقول لك هو ما عندوش سبة على خرج، ما كاش لي راه يحلف عليه يحلف فيه ولا. حنا نطلبوا قام السلطات المعنية دير بوسيبل تاعها.